يحبون الإسلام ويحبون المسيحية يحبون وأكثر الأديان الناس بشكل عام. مؤمنين. إيه، لكن هذه يعني السياسة وإدارة الدولة، إدارة المجتمع، هذه لا تتعلق بالأفكار الدينية. الأفكار الدينية هي علاقة ربانية، علاقة بين الإنسان وربه، وعلاقة بالآخرة. الإنسان يفكر بالآخرة وكيفية البلوغ أو الوصول إلى الجنة. أما قضية إدارة الدولة فهذه تتعلق بالمجتمع ككل. زين. لذلك فإن الأنظمة الحديثة، الأنظمة الديمقراطية، نحن نتحدث عن الأنظمة الديمقراطية، تبنى على المساواة، وتبنى على حرية الرأي، وتبنى على حقوق الإنسان. يعني هذه المبادئ، تعتقد أن هذه هذه المبادئ المبادئ لا مهمة يصمد جدا. أمامها فكر الإسلام السياسي، لأنه يستمد مفاهيمه من أصل الإسلام كشريعة وكفقه بشكل أو بآخر. هل تصمد هذه الأحزاب بمفاهيمها السياسية أمام الحريات والتعددية وقبول الآخر والتفاصيل الأخرى بالنتيجة التي تنتج عن إنتاج حكم رشيد؟ أنا هنا لا أقيم الأديان، الأديان كلها محترمة والعقائد محترمة، وبالتأكيد الأديان تتطور لأنه الأديان نشأت في فترة معينة والحياة تطورت. وبالتأكيد كما يقول الإمام علي أنه لا تقصروا أولادكم على تربيتكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا الإمام علي قال هذا قبل 1400 سنة. كل شيء يتطور. المشكلة في الأحزاب الدينية أن لديها نصوص، نصوصا مقدسة، وهي لا تستطيع أن تخرج عن هذه النصوص لسبب ما. أنا لا أريد أن أسيء لهؤلاء، للذين يعني يتبعون هذا النهج، ولكن الحياة تطورت، الحياة معقدة الآن أصبحت، وهناك حقوق للجميع، هناك اختلاف بين